توج النجم بلقب الدوري اللبناني لكرة القدم في مباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا. النجم كان قد تعاقد مع مدرب الاتفاق السابق الألماني بوكير في فترة الانتقالات الشتوية، الذي نجح بإيصال النجم اللبناني إلى الظفر بلقب الدوري بعد 5 أعوام من الانتظار. مراسلنا في بيروت حضر المباراة ومراسم التتويج وأعد لنا التقرير التالي. الجولة الأخيرة من الدوري اللبناني لكرة القدم عرسا كرويا بدرجة امتياز، وذلك خلال المباراة التي جمعت النجم بالراسينج على معشب ملعب صيدا البلدي. فالنجم الذي كان قد حسم اللقب في الأسبوع الماضي حضر إلى الملعب من أجل التتويج ورفع الكأس 8 في تاريخه في مباراة شهدت حضورا جماهيريا لافتا وأيضا غزارة بالأهداف والفرص. ومع انطلاقة اللقاء بدأت كتيبة المدرب الألماني تي بوكير هز الشباك للمرة الأولى في المباراة عبر السنغالي سي الشيخ، ثم ما لبث أن أدرك الإيفواري لاسينا سورو التعادل للراسينج، ليعود من بعدها بول رستوم وينهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الراسينج بهدفين لهدف. وفي الشوط الثاني من اللقاء نزل النجم بإصرار كبير على عدم السماح للراسينج بإفساد فرحة مشجعيه بالفوز باللقب، وبدأ مبكرا بهز الشباك وتعديل النتيجة عبر ماهر صبرة من كرة حرة ارتدت من العارضة بعد تسديدة ثابتة من الظهير الأيسر وليد إسماعيل. ورفع قناص النجم أكرم مغرب النتيجة إلى 4 أهداف للنجم مقابل هدفين للراسينج، لكن الأخير سرعان ما عاد مجددا وقلص الفارق عبر طارق حلوم، ولم يستسلم الراسينج بل عدل الكفة مجددا عبر الإيفواري لاسينا سورو لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي ب4 أهداف في كل شبكة في مباراة كانت أشبه بمهرجان تهديفي كبير وفي عرس كروي وجماهيري اشتاقت له ملاعب كرة القدم اللبنانية. بعتقد انه فوز النجم بالبطوله بهذا التوقيت هو دليل عافيه، لا وحتى هو مطلوب وضروري لعاد بث الروح على كره القدم اللبنانيه بعد ما شفنا تدهور مستوى عده فرق خاصه هذه السنه. يعني كنا عم ننافس على 4 ميلات مثل ما بيقولوا مع 4 فرق، والحمد لله جهودنا كانت منيحه انه نتوج باللقب. يعني ما بعتقد انه جمهور مثل هيدا الكل بيشهد انه حرام يطلع من ملعب منه مدور لانه حلوا اللاعبين. بس اجى المدرب كان الفريق بمعنويا بحاله تعبان شوي، اشتغل كثير على الوضع النفسي واشتغل كثير على العامل النفسي وعلى العامل الذهني، وبالنهايه هذا فوتبول ونحن عندنا افضل لعيبه بلبنان، هو لعيبه النجم هن افضل لعيبه بلبنان، ولما يكون عندك هيك جمهور لازم دائما تفكر انك تاخذ بطوله. وبتوقف قطار الدوري اللبناني في محطته الاخيره انتظر الجميع اطلاق الحكم صافره النهايه لتبدا من بعدها الاحتفالات النجمويه، ومن ثم صعد لاعبون النجم منصه التتويج ورفعوا الكاس 8 لهم في الدوري وسط اجواء احتفاليه كبيره اختلطت فيها الجماهير التي اجتاحت الملعب مع لاعبي الفريق الذين رفعوا على الاكتاف كأبطال للدوري اللبناني للموسم 2013-2014. بعد غياب دام 5 سنوات عادت النجمة لتضيء سماء الكرة اللبنانية ولتصعد مجددا على منصات التتويج بقيادة المدرب الألماني تيو بوكير الذي قاد الفريق وبجدارة نحو اللقب 8. محمد كركي، بيروت، قنوات الرياضية السعودية. أشادت الجماهير الأرجنتينية بدييغو سيميوني